السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. موازنة 2023 قد لا تشرع قبل حلول العام الجديد، نائب يكشف عن موعد محتمل. كشف مقرر مجلس النواب غريب عسكر اليوم السبت عن الموعد المقرر لتشريع قانون موازنة سنة 2023، وقال عسكر لبغداد اليوم إن مسودة قانون موازنة سنة 2023 ما زالت قيد الإنشاء والدراسة لدى مجلس الوزراء، وأضاف أن المسودة سوف تصل منتصف الشهر المقبل، وعند وصولها لن يدخل البرلمان بأي عطلة تشريعية إلا بعد إقرار القانون. وبين عسكر أن مجلس النواب العراقي يحتاج من شهر إلى شهر ونصف من أجل تشريع قانون الموازنة بعد وصولها من مجلس الوزراء، وأشار إلى وجود اتفاق سياسي وإجماع على الإسراع بتشريع هذا القانون لأهميته الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ولكي تستطيع الحكومة الجديدة تنفيذ برنامجها الحكومي عبر فقرات الموازنة.